يوم رح نعمل زي مشاهد خيال ظل، اوكي؟ هي انا بشتغل بالمسرح وحبيت المسرح جديد، وحسيت انه بيعبر عن افكار وما بعرف، حسيته انه اشي غريب او اشي يعني مش متوافر بالاردن بكثرة. فعنا هلا مشهد خيال ظل، بالاول كانوا عدة مشاهد، بس احنا اليوم رح نعرضكم واحد من المشاهد بيعالج مشكلة رح تعرفوها بعد شوي، وهي قضية، وإن شاء الله يعجبكم العرض مع إنه شوية شاشة صغيرة إحنا. وبدي منكم إنه أنا رح أعرفه على صوتي، في شيء هناك مايك، فبدي منكم إنه ما في صوت، يعني تكونوا خلص خلصت دكتور. بدنا أوكي، بدنا إنه ما بدنا صوت ولا تشويش، لأنه إحنا يا دوب صوتنا عم نسمعه، أوكي؟ رح نصرخ عشان تسمعوا. يلا صوت المشكله. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey! وهلا اجى وقت الهدايا. هدية محمد طيارة، واو. وهدية زهرة لعبة باربي كبيرة، ياي. باربي 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 باربي. وين يا الله يا الله، في وين الأستاذ؟ شو الأستاذ ما بيجي؟ بتأخر كتير علينا الأستاذ. يا بي يا استاذ اسمع، ماما جابت لي براي بوزيه مش زي تبعي تكلفه قطعيه. لا 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 لا. مرحبا يا حبايبي يا حلوين. اهلين اهلين استاذ، كيفكم اليوم؟ الحمد لله. عارفين عن شو درسنا اليوم؟ عارفين يا استاذ، عن جدول الضرب. عن جدول الضرب يا استاذ، عن جدول الضرب. برافو يا محمد. والسؤال الاول، واحد ضرب واحد، مين يجاوب؟ انا 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 استاذ 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 استاذ. يلا يا محمد جاوب. واحد يا استاذ. برافو يا محمد. والسؤال الثاني، واحد ضرب اثنين، مين يجاوب؟ انا 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 استاذ استاذ استاذ. انا يا استاذ. هدوء هدوء مؤدب هنا. يلا يا حسن. اثنين يا استاذ. برافو يا حسن. ترن 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 ترن. خلاص يا حبايبي، بكرة إن شاء الله بنكمل الدرس. زهرة زهرة خلينا نلعب شوي. اتركني اتركني، ما بدي ألعب معك. اتركني اتركني. يعني دايما الأستاذ بضلوا يحكي أحمد وحسن ومحمد وأنا بعرف الجواب، ليش ما بنقيني؟ يا الله يا ريتني حسن. يا زلمه شو هالدكتور هذا؟ انا ما بدي احضر محاضره اليوم، اي محاضره من محاضراتك يا اخي. هذا الدكتور مصقع يا زلمه. لا ما في شو هالدكاتره هذه. ولا اشي. تنوره في الجامعه. ايش يا حلو؟ ما تحبيني واعطيكي مصروفي؟ توصيلي يا اصيله. مرحبا. اهلين. كيفك يا زهره؟ تمام، كيفك انت يا حسن؟ انا داحل. داحل. مش سبب قلت لك انك تبعد عن هاي البنت اللي اسمها سعاد، رزان، اسيل، هديل، ما بعرف شو اسمها، لانه اصلا هاي البنت مصقعه وما بطيقها. شو دخلك انت؟ هاي صاحبتي ولا صاحبيتك؟ كيف شو دخلني؟ ما هو صاحبيت صاحبيتي بتكون صاحبيتي. يا سلام. ولا يا سلامين. بعدين صح، مين هذا الشاب اللي كنت واقفه معه امبارح؟ مين؟ احمد. ليكون احمد اللي شفته. احمد؟ بلا احمد بلا حسين بلا خليل. اسمعي، ابوكي واخوكي عشانهم اسلام ما تحكي معاهم. إيه لا 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 لا، خلص يعني احكي معاهم بس بالعقل بالعقل. إيه اسمعي، صح صح، شو صار بموضوعنا؟ اي موضوع؟ مواضيعك كتار صايره يا حسن. يعني هو في غير موضوع الحجاب؟ تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك. بعدين مع هالبنت هاي، أكم من مرة حكيت لها لا تتأخر عن البيت؟ يا الله تأخرت. لا بابا رح يبهدلني زي دائما. استغفر الله العظيم. مرحبا يابا. مرحبا.
أهلين يابا، أكم من مرة حكيت لك بعد الساعة 5 ممنوع تيجي من الجامعة للبيت ومن البيت للجامعة، فاهمة يا بنت؟ فاهمة، بس بدي أحب أقول لك إنه لسه الساعة 8. بلا 8، بعد 5 ممنوع تدخلي على البيت. يعني بدي أطلع مع صحباتي يا بابا. ما في عندي بنات بتطلع. مرحبا بابا. أهلين أهلين يابا، أهلين. كيفك بابا؟ أهلين يابا. بابا إذا ممكن يعني بدي أطلع مع الشباب. سري بابا بعدين معك. يابا قلت لك أنا بخاف يابا، ما تطفي الضوء. خلاص يابا بمزح معك يابا بمزح. لا عادي عادي بابا، بدي أطلع مع الشباب. بدك إشي؟ لا يابا خذ راحتك، مع السلامة. ماما طفى الميكروويف، طفى طفى. خلاص يا ابو حميد، ويش بدك؟ بدي اطلع مع الشباب. ماما اطلع مع مين؟ مع بلال والشلي يا ولدي. لا ماما، مع الدكتور فادي ومع حسن ومع يزن ومع مهند. يا ما شاء الله، مين هدول؟ والله اجتماعي ابني، الله يرضى عليك. الله يخليك يا ماما. بدي اروح، بدك اشي؟ لا يا حبيبي، بس بدي اوصيك، مش زي هديك اليوم تيجي لي بعد 3 الفجر، قبل 3 الفجر بتكون عندي. حاضر ماما، على 3 إلى 5 بكون عندك حبيبي. اذا تاخرت رن علي. حاضر ماما، سلام. يا الله شو هالدنيا، يعني حجاب. طب يعني أنا ما بدي ألبس الحجاب، ولا بدي ألبس عشان حسن، ولا بدي ألبس عشان حالي، ولا بدي ألبس عشان أصير مؤدبة نظر أبوي وأمي. يا سلام، ما بدها كلام، لحقها أوام مع دلس. ما عدا سريح بالك، ابح للي بخيالك، احشي سوح حالك يلا. شباب شباب صبايا، عرفتوا المدير العام شو باعت هدايا؟ شو باعت؟ شو باعت؟ شو باعت؟ انا والله ما بعرف. المهم باعت هدايا بإشي بوخد العقل. يعني شو شو؟ والله بجوز يعني انا كراتين يعني. شو كراتين؟ اكيد كبيرة؟ كبير كثير. يا سلام. كبير. طنجرة 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 طنجرة، وحياة قلبي وأفراحه، وهنا بمساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. والنجاح يرفع ايده هاي. ألف ألف مبروك يابا. الله يبارك فيك يابا. والله فرحتني. والله ابشر، اي اشي بدك اياه يابا انا جاهز والله. الله يخليك يابا. انا يابا زي ما بتعرف يعني صرت طالب جامعة وبلزمني سيارة. يابا ابشر، ايش بدك يابا؟ والله لعمل لك احلى حفلة في الاردن، حفلة مطنطنة. بابا بتعرف يعني انا بخاف من الحفلات. انت ادرى. اسكت يا ولد، ولك انت ضربت على راسك؟ ضربت على راسك انت؟ خلص يابا خلص، زي ما بدك. خلص اسمع يا ام محمد، قال ما بده اعمل له حفل مطنطنه. يا ابو محمد، لا 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 ليش؟ رفعت راسنا، الله لا يرفع راسك يا رب. شو يما؟ انا ناجح توجيهي. ناجح توجيهي والله، لدخلك احسن جامعه خاصه. الله يخليك. ولا اقول لك احسن كليه، والله الكليه هاي الامريكيه احسن منها ما في. ولا ولا تعالوا تعالوا يا يا ام محمد، يلا تعال. شو عصير؟ شو عصير؟ وانا نجحت. ايه مبروك. طبعا بدي احكي انه هاي المسرحية من 4 مسرحيات عملناها، هي صغيرة بس بتطرح فكرة اتوقع انكم كلكم عرفتوها، وش اسمه ان شاء الله عجبتكم، واتوقع من التسقيف انها عجبتكم.